محافظة العاصمة واللي شاركت مملكة البحرين فرحتها باليوم الوطني، نتابع معاكم الفعاليات اللي نظمتها والأجواء الاحتفالية شلون كانت. ازدانت محافظة العاصمة بالاحتفال الأضخم في تاريخها الذي نظمته محافظة العاصمة وأمانة العاصمة بمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى جلوس جلالة الملك المفدى تحت شعار أعياد الوطن تجمعنا، إذ شهد الحفل الذي أقيم السبت الماضي في خليج البحرين عروض ضخمة ومفاجآت عديدة خصصت الجماهير الحاضرة وسط مشاركة شعبية واسعة. تضمن الاحتفال حزمة من الاستعراضات الاستثنائية، شملت استعراض لفرقة الموسيقى تابعة لوزارة الداخلية وأوبريت غنائي، بالإضافة إلى عرض ضخم للألعاب النارية وفرقة العرض الشعبية، ومعرض خصص لرواد الأعمال الشباب، وقرية ألعاب خصصت للأطفال، إضافة إلى إقامة مسابقات وتقديم العديد من الهدايا للجماهير الحاضرة.